أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق أول الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مملكة البحرين. بيناقش الاجتماع عدد من مشاريع القرارات اللي هيتم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. النهاردة هيعرض نادي السينما المستقلة اللي بيقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ثلاث أفلام ضمن فعالياته في 8 مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. الأفلام الثلاثة المقرر عرضها ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة هي الفيلم التسجيل القصير رحال للمخرج يوسف شعبان، وفيلم حتة سكر للمخرج محمد علي طه، والفيلم الروائي القصير يوم الأجازة للمخرج ياسر سعيد. النهاردة لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة فولهام مع مانشستر سيتي الساعة 2:30 الظهر، ومباراة برايتون مع نيوكاسل يونايتد الساعة 5 العصر، وفي 7:30 مباراة نوتنغهام فورست مع تشيلسي. لعشاء الكرة المصرية أيضاً موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، هيلتقي المقاولون مع الاتحاد في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام 7:00 هيلتقي المصري مع بيراميدز، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع بلدية المحلة.